اهلا بيكم مشاهدينا وحلقة جديدة ودايما كلنا واحد. قدامي دلوقتي جهاز، الجهاز ده ابتكار لأحد الشباب المصريين. الابتكار ده عبارة عن جهاز رسم قلب عن بعد، بيكون موجود مع المريض في عربية الإسعاف، بحيث ان هو لما يتعب وعربية الإسعاف تكون متوجهة بيه لإحدى المستشفيات يكون معروف هو هيروح على أنهي قسم بالظبط، ايه المشكلة اللي بتواجهه، عشان يبدأ يتعامل المعاملة الصح من البداية لإنقاذ حياته. واضح جدا اننا بنتكلم عن الابتكارات وعن البحث العلمي وعن شبابنا المصري اللي عندهم عقول من ذهب. موضوع حلقتنا النهاردة عن الابتكارات، هيكون منورنا متخصص من وزارة البحث العلمي، وهيكون معانا كمان الشاب اللي ابتكر الابتكار ده. استنونا بعد الفاصل، حلقة مختلفة ومهمة جدا. رجعنا بعد المقدمة اللي كانت عنوان للحلقة، اللي كنا بنتكلم عن الجهاز العبقري اللي معانا دلوقتي اللي اخترعه الباشمهندس كريم. معانا ضيوفنا اللي منورنا في الاستوديو، الدكتور محمود رميح، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات لصندوق البحث العلمي او بوزارة البحث العلمي، ومعانا كمان المهندس كريم فتحي صاحب الابتكار. وبغير العادة هنبدأ النهاردة مع الباشمهندس كريم عشان يعرفنا على الجهاز بداية، وبعدين هنرجع للأستاذ محمود. اتفضل. بداية أحب أشكركم على الاستضافة الجميلة دي. هو الجهاز باختصار هو جهاز رسم قلب محمول، بيتيح للعيان الاتصال بالطبيب بتاعه في أي مكان في العالم. الجهاز بيتوصل على العيان بلزقات رسم القلب التقليدية بالسلوك التقليدية بعدد 3 أو 5 أو 7 أو 12. بيبتدي يسجل إشارة داخليا على كارت ميموري، وده كان موجود زمان. الجديد عندنا إن احنا بنقدر خلال بلوتوث داخل الجهاز نبعته لموبايله اللي هو السمارت فون بتاعه، ويقدر يترسم على الموبايل بتاعه، يترسم إشارة رسم القلب كلها من حتى لو 12 ليد كاملين، والإشارة اللي بترسم كلها بتترفع في نفس الوقت للسيرفر على الإنترنت. هو كلاود سيرفر، ما في اي مكان في العالم تقدر تدخل عليه، ما فيش ليميتيشن ليه. في نفس الوقت هو سكيورد جدا، لان دي بيانات بتاع خاصه بالعيانين وخاصه ببيانات سريه، ممكن حد يكون مش عايز يتعرف ان هو عيان يعني. فطبقا لبعض السكيورد ستاندردز العالميه قدرنا اتكرمنا في امريكا سنه 2010 كمن واحد من احسن 10 تطبيقات على مستوى العالم، كان التطبيق الوحيد الطبي، وكان من ضمنها ان هو سكيورد جدا. جهاز برضو وهو بيرسم على الموبايل بيبتدي يحلل الإشارة، لأن لو افرض العيان ما قدرش يوصل للدكتور دلوقتي، فلازم يبقى فيه تنبيه وقت يعني، وهو بيرسم يقول له لا ده خلي بالك في مشكلة، انت ابتديت تعيا، ابتدى ضربات القلب تزيد، ابتديت تدخل، لا انت ممكن تكون محتاج تروح المستشفى دلوقتي. مش بشخص قد ما انا بلفت انتباه العيان ان هو محتاج يستشير الدكتور، لان في الاخر هو الدكتور هو رقم واحد، ما اقدرش الغي دوره ابدا تحت اي حال من الاحوال. كل الموضوع ان انا بلفت الانتباه. في نفس الوقت الاشارات بتوصل للدكتور على الموبايل بتاعه او التابلت بتاعه اي مكان نوعه، بيبتدي يقدر يعمل متابعه حيه للمشكله. يقدر يوجهه للمستشفى، يوجهه للفريق بتاعه المسجل على السيرفر، لو عنده كذا فريق يقدر يقول له الفريق ده اللي هيتابعك، الفريق ده اللي هيقوم معاك. وفي نفس الوقت السيستم لو الدكتور مش موجود والعيان نايم وحصل مشكله، برضو بنبتدي ننبه اوتوماتيك من غير حاجه خالص، نقول للعيان الارمنج اوتوماتيك بقى من خلال الاناليسيس سوفت وير اللي عندنا، ان انت داخل على مشكله، لان بعض امراض القلب لو ما اتحلتش خلال اول 48 ساعه بيبقى فيه مثلا جزء من القلب هيفضل ميت مدى الحياه، وده موجود يعني. واحد مثلا كل مشكلته ان هو ما تلحقش في اول 48 ساعه، فيفضل طول حياته جزء من عضله القلب اللي هي اهم حاجه في الجسم اللي هي والمخ ميته. موضوع كبير قوي يا دكتور محمود، يعني انا عايزه حضرتك تقول لي، حضرتك المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات، فعايزه اعرف يعني الابتكارات اللي بتجيلكوا كتير قوي، بس عشان تتحققوا من ان الابتكار ده اولا اول مره يتعمل، ثانيا فعال، ثالثا صالح للاستخدام، ما هواش بس افكار على ورق، يعني اكيد بتمروا بمراحل كتير قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر حضراتكم ونشكر فريق العمل الاستضافه الكريمه، ونشكر
المهندس كريم فتحي. الحقيقة يمكن مهندس كريم من النماذج الممتازة المشرفة اللي مالية مصر. بس اسمحي لي كده في البداية ان احنا نتكلم على الابتكار والبحث العلمي. عشان نقول ان الابتكار والبحث العلمي ده ركيزة وقاعدة لنمو اي اقتصاد. اكيد. مفيش اقتصاد النهاردة على مستوى العالم يمكن ان يحقق اي نمو او تقدم الا عن طريق البحث العلمي. وانا يمكن في عبارة انا دايما بقولها وبحبها وما زلت بقولها، ان الاقتصاد لا يتنفس او ليس لديه الا رئة وحيدة من خلال البحث العلمي. البحث العلمي ممكن يعمل ايه؟ البحث العلمي مع الابتكار يستطيع ان يقدم كل الحلول للمجتمع او الاشياء الخدمية في المجتمع، ممكن يحل مشاكل المجتمع. والبحث العلمي لابد ان يكون قادر على حل مشاكل المجتمع والتنبؤ بالمشاكل المستقبلية. تمام. وبالتالي نستطيع ان احنا نتفادى، نكون جاهزين لبكرة. فبالنسبة لي الابتكار، يعني يمكن الناس بتفتكر اني لما اقول ابتكار، الابتكار ده ممكن يبقى شيء بسيط جدا جدا جدا، يمكن الفلاح البسيط بيبتكر في حقله، ممكن يبقى حضرتك انا بغير شكل ابرة عشان تخيط بشكل معين، ده ابتكار. وصولا الى الابتكار اللي احنا بنشوفه، الابتكارات في الطيارة الى 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 الى, إلى. اذا الابتكار بيقودنا الى منظومة والى سلسلة. عندنا مبتكرين كتير جدا في مصر، ومن ضمنهم نموذج المشرف اللي موجود معانا، اللي استطاع بفكره ومكونات بسيطة ان هو يستطيع ان هو، وبإصراره على فكرة، ان هم شغالين بقالهم فترة طويلة جدا، وده بيبقى المخترع بيبقى قدامه طريق طويل جدا 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 لغاية ما حد يبتدي يحس ويشعر بيه. لكن هنا عايز اقول حاجة، ازاي تخلق مبتكر؟ ده المهم جدا جدا جدا. انا عشان اخلق مبتكر لابد ابتدي من المراحل الاولى. التعليم المصري لابد ان يتغير، التعليم النمطي الموجود فيه، من طريقة التحفيز الى طريقة اخرى تؤدي الى خلق مبتكر، والا سوف نظل عندنا حضرتك، عندنا ملازم حتى على مستويات الجامعه، حتى على المستويات المختلفه بيبقى في ملزمه، هذه الملزمه موجوده، الواحد بيبص ويكر فيها يكر فيها يكر فيها، وبالتالي انا طريقه التلقين دي لا تؤدي الى خروج مبتكر. احنا عندنا اهو مهندس مصري يتعلم في مصر وخرج بمشروعه من مصر. باشمهندس كريم، عايزك تقول لي المكونات الجهاز ده كلها صناعة مصرية 100% ولا فيها عنصر مختلف؟ طبعا الجهاز هو مكون من حاجتين، سوفت وير والهارد وير. السوفت وير بالكامل مصري، الهارد وير الديزاين، وده أهم حاجة في أي هارد وير في العالم، تصميم الدائرة الإلكترونية اللي هي بيمشي جواها الكهرباء، بيمشي جواها الأوامر الداخل الجهاز وبيمشي، دي بتاعتنا بالكامل طبعا، ده احنا اللي عاملينها. المقاومات والمكثفات والحاجات الاي سيز والكلام ده هي ليها كذا مصنع على مستوى العالم، طبعا جايبينها من بره. الاهم برضو من ده الامبيدد سوفت وير اللي جوه الجهاز، وده يعني احنا بنفخر ان احنا عاملينه بالكامل بلا اي تدخل. مين احنا؟ فريق العمل. يعني فريق العمل مكون من مين؟ يعني حضرتك مهندس بالظبط، اكيد كان معاكوا دكتور. معنا ثلاث دكاتره. لازم يعني في ثلاث دكاتره وفي فريق مهندسين حوالي 16 واحد. احنا يعني شفنا ايام صعبة جدا اول ما الموضوع طلع. انا عايز اعرف الايام الصعبة دي كانت قد ايه، يعني من يوم من دي وان لغاية الجهاز ما بقى معانا قعدنا قد ايه؟ من دي وان احنا ابتدينا في اخر يعني في منتصف 2007. تمام. ابتدينا الاول، كان اول ما ابتدينا كنا عايزين نخلي الموبايلات الابيض واسود يدخل منها سلكة من مكان السماعة تقيس النبض، بس ما كانش في دماغنا كل الموضوع، ما كانش في بلوتوث اصلا، الموضوع كان اسود ابيض. ايوه بالظبط. فابتدينا نشتغل عليها، ابتدينا كرمنا من وزاره الاتصالات وادونا مكان نشتغل فيه. بعدين ابتدينا بعديها لقينا البلوتوث طلع فاغرانا، قلنا بلاش سلوك، خلي العيان يتحرك بحريه اكتر. ابتدينا ننقل الاشاره على البلوتوث، ابتدينا نعمل برنامج على الموبايلات اللي هي الالوان بقى اللي كانت لسه طالعه.
بعدين خلصنا ابتدينا حسينا ان احنا كده بناخد الاشاره مع جسم الانسان نرسمها على الموبايل، فما كانش كفايه، ما كانش طموحنا خالص كده. ابتدينا نعمل سيرفر يستقبل الداتا ويرتبها وينظمها ويخلي كل عيان له اكونت وله يوزر اي دي، والدكتور مخصص للعيان بس، مش الدكتور ما يشوفش كل العيانين، يشوف العيانين بتوعه بس اللي العيان موافق عليه، لازم العيان يوافق على الدكتور. اتبعنا السكيورتي ستاندردز العالميه. برضو قلنا مش كفايه ان احنا ننقل الداتا بس للسيرفر، قلنا ابتدينا لما السمارت فونز نزلت قلنا لا، لازم السمارت فون او السمارت تابلت اللي مع الدكتور يقدر يفتحه من اي حته في الشارع، مش لازم يبقى قاعد على الكمبيوتر يفتح ويب او يفتح حاجه. فابتدينا نعمل نطور موبايل ابلكيشن للدكتور، ابتدينا نضيف حاجات غير رسم القلب، نسبه تشبع دم الاكسجين برضو. يعني كان في خطوات ورحله كفاح بدات في 2007، والجهاز بقى جاهز في سنه كام؟ الترخيص بتاعه طلع في نهايه 2014 من وزاره الصحه. يعني من 2007 لغايه 2014 لغايه ما الجهاز اتعمل، هو طلع في 10 2014 يعني اخر 2014 كمان رحله كفاح هنسمعها بالتفصيل بس بعد الفاصل. اللي بنيت الهرم قبل الزمان بزمان، وبنيت لنا في عصرنا السد. رجعنا تاني مع قصة الكفاح لغاية ما الجهاز يخرج للنور، بس معانا دلوقتي الدكتور محمود رميح، هو هيكلمنا عن الصندوق ونشاطاته وكمان عن الاستفادة من إعادة التدوير في أننا نستفيد بأننا نشغل العقول ونستفيد من هذه الثروة المهدرة. دكتور محمود. يمكن بس انت عارفه دايما باستمرار الواحد بيبقى متحيز للحاجه اللي بيشتغل ليها، فمعلش اسمحوا لي بس يعني ان هاخد دقيقتين ثلاثه ونرجع للابتكار مع كريم، لان ده حقه زي ما قلت، ندي له المساحه الكافيه اللي يتكلم فيها ويعبر عن نفسه. بس ندي مقدمه كده ونقول ان الصندوق ده عباره عن تمويل ذاتي. تمويل ذاتي بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو مشاريعه الخاصه بيه، يعني لا يمول من قبل الحكومه، لا، احنا كل مشكله داخل المصانع هي الوظيفه بتاعته انه بيربط، بيعمل حاجه مهمه جدا، انه بيربط الصناعه بالبحث العلمي. تمام. عن طريق ان هو كل مشكله داخل الصناعه بيتم تحويلها الى بحث او مشكله بحثيه يتم حلها. يعني بمعنى بسيط جدا ان انا ممكن يبقى عندي مشكله في خط انتاج تحول الى مشكله بحثيه، طب مين يحل المشكله دي؟ اساتذه الجامعات والمراكز. طب ايه الاستفاده من ده؟ انا بدخل كده حضرتك بعمل حاجتين مهمين جدا، ان انا بدي خبرات لاساتذه الجامعات والمراكز البحثيه انهم يقوموا بهذا العمل، الحاجه الثانيه بدي له دخل مادي، وبالتالي الصندوق ذات تمويل ذاتي بيدي باستمرار، بيبقى فلوسه يعني زي ما بنقول كده ايه من عرق جبيننا، الفلوس بتاعته مش هي بتاعته. طيب باختصار شديد جدا عشان ما اخدش وقت كريم، هنقول ان الصندوق عنده شويه مشاريع او مجموعه من المشاريع المهمه جدا، هنركز بس الضوء على تدوير المخلفات. يمكن الصندوق من اوائل المؤسسات او الهيئات اللي اقام حوالي 52 مصنع على مستوى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع كمية بحث العلم، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية، كان بيحط الديزاين والإنتاج الحربي بيبتدي التصنيع في برنامج تعميق التصنيع المحلي. هذه الأماكن موجودة لغاية النهاردة وبتعمل تدوير لمثل هذه المخلفات. حاليا دلوقتي حضرتك احنا في مشروع تدوير المخلفات الصلبة او المخلفات المنزلية موجود في مدينة ضفرة، وبدئين ان احنا نطور حتى السماد.
أجمل حاجة في هذا إن أنت حضرتك بتحل مشكلة قومية بمشكلة قومية. بمعنى إيه؟ أنا عندي القمامة اللي مالية الشوارع دي مشكلة قومية طبعا. وعندي أرض ممكن تستصلح، هذه الأراضي ممكن تستصلح محتاجة أسمدة، فأنا ممكن أخد القمامة الموجودة في الشوارع أعمل لها عملية تدوير عشان تديني سماد عشان أبتدي أستصلح بها الأراضي أو أستخدمها في استصلاح الأراضي، وبالتالي يبقى أنا حليت مشكلة قومية بمشكلة قومية أخرى. وعملت تشغيل للعمالة وعملت مليون فرصة حاجة. لأن الشباب يبتكر ويفكر في طريقة جديدة. بمناسبة الابتكار برضو حضرتك، أنا عايز أقول معلش دقيقتين بس، أن فكرة البنك ويست أو فكرة أن أنا الفكرة دي عرضتها وهي موجودة برة، مش جديدة، أن بيبقى فيه سمول سيلز أو أماكن تجميع. أماكن تجميع دي خاصة بالأزايز، الكانز، اللي هي شنط البلاستيك، الحاجات دي ممكن المحافظات تقيم أماكن صغيرة بيبقى فيها ماكينات لضغط الكانز، الحاجات دي بيزيد سعر الكانز مثلا أو الإزازة بتاعت البيبسي أو ده أو ده أو ده، عشان ما نقولش إعلانات بس، أزايز المواد الغازية خدت بال حضرتك بتزيد مثلا 10 قروش، وبالتالي المواطن لما بيرجعها بياخد العشر قروش بيروح رجعها لهذه الأماكن، الأماكن دي بتضغطها، بنستفيد بيه بقى، هنشغل عمالة، ممكن نشغل فيها معوقين، ممكن نشغل فيها ناس كتير، وحتى المنتج بتاعها اللي بيتضغط ده بيتباع منتج نظيف، لا دخل جوه زبالة ولا شاف أي حاجة قمامة، حتى التريتمنت بتاعته أو المعالجة بتاعته بتبقى معالجة بسيطة جدا. الأفكار كلها الحقيقة يعني إحنا بنعمل إعادة تدوير، عندنا مخلفات بنحاول إن إحنا نستفيد منها، بنحولها لثروة وفي نفس الوقت بنشغل عمالة، وده مهم. نرجع للبشمهندس كريم. بشمهندس كريم، لسه بنتكلم عن الجهاز، وعايز أعرف يعني من 2014 نهاية 2014 كانت بداية إن الجهاز خلاص يبقى رسمي بالظبط، اتجرب ولا إيه؟ نزلنا بيه في مستشفى خاصة في محافظة المنوفية، مستشفى ضخمة، ومهندس إبراهيم محلب ودكتور عادل عدوي وزير الصحة السابق، ومهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق أعجبوا جدا بالجهاز، وتوجهنا لوزير الصحة قابلناه، وعقدة لجنة لتقييم الجهاز، وبإذن الله ندخل في مشروع مشترك مع الإسعاف، بايلوت يعني بيسموه تجربة الجهاز في عربية الإسعاف. في نفس الوقت دخلنا برضه بايلوت مشترك بين وزارة الاتصالات ووزارة الصحة في مستشفى الخارج العام، بحيث ان العيان اللي هو عنده عايز يعمل علاج على انفه الدوله او يستشير استشاري كبير بتاع قلب في القاهره مش محتاج يسافر اصلا، هو هيبقى هناك في المستشفى، هيروح يتحط عليه الجهاز، الاشاره بتاعته هتوصل في نفس الوقت هنا القاهره، الاستشاري هيبص عليها، انت قلبك سليم، لا انت احتمال تدخل في ذبحه، لا انت عندك في جلطه، يبتدي لا لو هو محتاج يتنقل بسرعه ينقلوه، لو هو لا ينفع ياخد العلاج من هنا وهو في مكانه من غير ما يسافر مسافه. انا رحت الخارجه طيران ورجعت بميكروباص، رحت طيران في ساعه الا ربع، رجعت ميكروباص في 11 ساعه. الطريق طبعا كان صعب جدا، وانا يعني الحمد لله لسه شاب، فالعيان بقى المريض ايوه ممكن يبقى في معاناه، فطبعا بنحاول نعممه في المناطق النائيه، يعني في اتجاه للتسويق على قد ما نقدر، ربنا ييسر خلال الفتره الجايه دي يبقى فيه اهتمام اكتر من الحكومه. قول لي تكلفه الجهاز ده قد ايه؟ في منه ثلاث نسخ، في نسخه صغيره للناس بسيطه يعني بحوالي من 10 ل 12000، وفي نسخه اللي هي الوسط ب 25، في بقى اللي هي فيها كل الفيتشرز الضخمه جدا اللي بتحتاج مؤسسات وكده بتبقى في معديه ال 35000 يعني. طيب ده سعر البيع ولا سعر التكلفه؟ سعر التكلفه التكلفه حسب برضو كل فيرجن ليها يعني سعر بيتراوح حسب يعني في عوامل كتير للتكلفه، منها المرتبات لان في طبعا ناس شغاله في الموضوع اكيد، وفي منها خامات وفي منها الجمارك بتعلى او بتقل، في منها الايجار يعني تكلفه، يعني انتم محددين معقد السعر حسب مجهودكم والخامات المستخدمه وفي نفس الوقت امكانيه تنقل الجهاز، وعشان نقدر نستمر في التطوير، لان هو لو وريت حضرتك اول جهاز عملناه كان قد كده، فهو عمال يصغر وعمال يزيد الفيتشرز الامكانيات كتير. اللي طبعا بيزيد كتير جدا جدا، فده سعر يعني انا شايفه ان هو هايل بالنسبه للمستشفى او لهيئه كبيره او لعربيات الاسعاف. هو مش جهاز، هو في سوفت وير ضخم في الخلفيه بينظم العمليه، يعني في سيرفر ده بفلوس، لان في ناس اشتغلت عليه، والسيرفر ده في نفس الوقت بيوفر فلوس، يعني بدل ما عربيه الاسعاف تمشي تحرق بنزين وتسحم الطريق والعيان ذات نفسه ممكن يموت وهو فيها، ايوه ويتشخص غلط، وغير الاستشاري اللي انا برهقه بحالات مش بتاعته أكيد. يعني انا استشاري كبير مثلا نائب مثلا رئيس معهد القلب او اي مستشفى كبيره، وجاي لي عيان عنده وجع في صدره وما عندوش حاجه،
طب انا نزلت وقفت في الاستقبال استنيته مثلا او النائب استناه او انا وفي الاخر يعني ما بصراحه الدكتور وظيفته انه ينزل ويستنى العيان، لكن طبعاً الفكره ان العيان كوني بنجز يعني بنقص حياته، فده مهم ولا يقدر بثمن. احنا بنحاول نعمل معادله بين الدكتور والعيان، انا بوفر على العيان وقت وفي نفس الوقت الدكتور بخلي الوقت اللي هو شغال فيه ما بيرهقش في حالات مش بتاعته. الاول بيجي يحصل عمليه فلتره خلال الرحله بتاعه عربيه الاسعاف، اول عيان في بيته يبعت الاشاره. ده يعني طموحنا في المستقبل ان الناس كلها يبقى مع الجهاز، يبتدي قبل ما يتحرك هو شاكك ان عنده حاجه، يبقى في استشاره بفلوس يعني مش تبقى ببلاش طبعا، ويبتدي يتحرك. ايه انت ما عندكش حاجه خليك مكانك، فخلاص هو ما يطلعش من بيته اصلا. وفي نفس الوقت الدكتور ما يجيلوش حالات مش عايزها، الاساطر تجهز عقبال ما العيان يوصل، يعني هيبقى في تصور مختلف للخدمه الطبيه. اكيد يعني. اكيد دكتور محمود، يعني في النهايه كده عايزه من حضرتك كلمه للمستقبل المشرق اللي احنا متفائلين بيه في وجود 16 واحد زي الدكتور زي الباشمهندس كريم اشتغلوا على الجهاز ده، وفي اكيد الاف غيرهم بيشتغلوا على اجهزه متطوره وابتكارات جديده. انا عايز اقول ان المستقبل والمشرق ممكن نحس بيه في ان قمه الهرم في القياده السياسيه وهي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم ويعرف جيدا قيمه البحث العلمي، وهذه فرصه حقيقيه للبحث العلمي والابتكار لكي ينشط وينشط وينشط، لأن القيادة السياسية مهتمة اهتمام كبير جدا لم يحدث من قبل أن ينصف الدستور على نسبة من الدخل القومي للبحث العلمي، لم يحدث مثل هذا الاهتمام بالعلم ولا بالعلماء ولا بالبحث العلمي والابتكار في أي عهد من العهود سوى العهد احنا موجود. فده بيقول أن بكرة إن شاء الله جاي مبني على أسس، مبني على علم، مبني على معرفة، وده مهم جدا. احنا في نهاية حلقتنا بنشكر الدكتور محمود رميح المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات لصندوق البحث العلمي، وكمان بنشكر وبنقدر جدا المهندس كريم فتحي هو صاحب الابتكار، هو وزمايله، هو كان معانا النهاردة لكن زمايله كلهم وراه. بنشكركم على وجودكم معانا النهاردة. في نهاية حلقتنا، الحلقة النهاردة بتدعو للتفاؤل والأمل، عندنا عقول مصرية عندها القدرة على الابتكار سواء كان في مجال الأجهزة الطبية أو في مجال إعادة تدوير المخلفات. المهم إن إحنا عارفين المشاكل بتمر بيها بلدنا، وعارفين كمان إحنا إمكانياتنا إيه، وبنحاول نشتغل على نفسنا عشان نوصل لنتائج إيجابية، وهو ده الهدف من برنامجنا ومن أملنا في بكرة. إن شاء الله دايما كلنا واحد في حب مصر.